تتم صناعة المرايا من خلال بعض التفاعلات الكيميائية والتي تتم على سطح الزجاج والتي تؤدي إلى تشكيل طبقة لامعة تعكس الضوء فتظهر الصورة فيما يسمى المرآة. صنعت المرايا في العصور القديمة من المعادن الصلبة البرونز ولاحقا الفضة، فكانت عرضة للتلف وكانت تزودنا برؤية غير واضحة، ما جعلها غير مناسبة للاستخدام الداخلي خصوصا مع الإنارة القليلة. أما المرايا المصنوعة من الزجاج المسطح فقد اخترعها حرفي زجاج الفينيقيون في القرن 16، حيث قاموا بتغطية الجانب الخلفي من الزجاج بالزئبق محصلين بذلك انعكاسا شبه كامل وغير مشوش. أما في العصور الحديثة فيتم إنتاج المرايا عن طريق تشكيل المادة الأساس وصقلها وتنظيفها ثم تغطيتها بمادة غير سامة، غالبا ما تكون الفضة أو الألمونيوم.